طيب هلا شباب نكمل احنا اللي هو الجزء الاخير من محاضرة العربيك أونتولوجي. هذا الريسيرش قاعدين احنا نشتغل عليه. الريسيرش هذا وكأنه انا بدي ابني قاموس عربي عربي مترادفات. كيف ابنيه؟ يعني عندي زي عندي تفتح القاموس تلك جدول شو المترادفات تبعته؟ مصفوفة، نهر، قائمة، قناة، ماء، مهر ومجرة. هلا كيف بدي ابنيه؟ احنا شو جينا سوينا؟ جينا لقواميس مكتوبة عربي عربي، ايه سوري عربي انجليزي او عربي عبراني او عربي ايطالي او عربي بغض النظر عن عربي شو. هذول كثار صح؟ هذول كثار. في منهم اونلاين وفي منهم مطبوعات زي تاعت المدارس، مزبوط؟ هلا حكيت لكم انا في الجزء الاول من المحاضرة انه احنا بنقوم بعملية رقمنة لكل القواميس. شو يعني رقمنة؟ ترقيم. نو ديجيتايزنج. ديجيتايزنج. بنعمل عملية رقمنة لكل القواميس اللغة العربية، يعني بنحولها مش بس على فكرة لفايل، بنحولها لايش يا فاتح؟ لداتابيس وحدة كاملة، كل قواميس اللغة العربية. هلا صار في عندنا كمية كبيرة من اللي هي زي شيء زي هيك، انيق تدي، ضخم تدي، صور ترتب، ارينج نظم او نظم. ففي عندي انا كمية كبيرة من بقدر اطولها زي تقول تيبل من تو فيلدز عربي انجليزي او حتى لغة ثانية. من هذا القاموس انا ببني ايش؟ قاموس عربي عربي. كيف؟ يلا كيف ابنيه؟ يلا يا منى. سوري انا بضل بحكي اسماء نايمين، يعني لما بضل اركز على واحد يعرفوا انه هذا مش بميزه لا بصح شيء. يا منى. المعاني اول شيء عندك الكلمات، ثم مثلا انت عندك الكلمات ايش مثلا الكلمه ويلها معنى في الانجليزي بتاخذ عندي صور ترتب، عندي ارينج ترتب، عندي اول مره بترجمهم بترجمهم مثلا الكلمه هذه اللي عندك بترجمها، بترد الكلمه اللي طلعتهم منها بترد تعمل كمان تصير تعمل سايكل فيها بترجمهم ثاني مره ثاني مره وتاخذ اخر شيء اللي مش عندك ما بتفكرش اللغة او ما بتاخذ يعني بمعنى اخر قصدها تقولكم تاخذ كلمه انا بدي اترجم شو هلا؟ صور هذا نقول لا انا بدي عربي عربي انا باخذ كلمه ترتبة انا عندي هذا القاموس شو انا بدي اكتشف هون صار؟ بدي اكتشف معاني كلمه ترتبة بايش؟ باللغه العربيه شو بدي بساوي؟ بقول له اعطيني معاني كلمة ترتبة باللغة الإنجليزية بروح بجيب لي هذول صح؟ sort arrange order set تدي باك شيب فور صح؟ جيب لي اياهم بروح باخذ هذول الكلمات واعطيني الكلمات المقابلة باللغة العربية لهم بروح بجيب لي هذول الكلمات المقابلات بشو بقول المعاني العربيات اللي جاب لي اياهم هم معاني كلمة ترتبة لا باللغة العربية واضحة يا عصام؟ بس عيد صياغتها يا عصام كلنا وبعدين علق عليها طيب أول شيء باخذ رتبة اللي هي الترم العربي باخذ الترم العربي بترجمه للإنجليزي بترجمه للغة الإنجليزية بعدين باخذ اوريدي ترجم في التيبل هنا هو بقصد طول الترجمة باخذ الترجمة الحين كل الكلمات اللي ترجم اللي بالإنجليزي الكورسبوندينج لها وين ودت هالكلمات الانجليزي؟ باخذ ترجمتها بالعربي باخذ ترجمتها بالعربي بقول بقول هاي الكلمات اللي ترجمتها للعربي هي المترادفات هي المترادفات تبع كلمة ترتب بس شكله عندك تعليق على هذا الكلام او سؤال يعني هل حركة واحدة او لوب واحد يعني بكفي انه نجيب كل الكلمات اللي خلينا نقول جدلا نسبة كبيرة احتمال انا بقول لا يعني الا ما يطلع سواد يعني يعني مثلا كيف يعني جبت كلمه رتبه وراح جاب لي كلمه ارينج روح جبت كلمه ارينج وعملتها ك
كمان مرة قال لك نظم اتخذ سوى الخلاف عدل. طيب اخذنا ارينج اخذنا ارينج ارينج وترجمناها للعربي معناته صارت رتب شو معناها نظم اتخذ اتخذ سوى الخلاف عدل. بدي اعاود اخذ نظمه واعملها كمان مره اكيد بتطلع لك كلمات. لا ما هو اذا بتضلك تاخذ وتاتي بتودي بتحطها كل لغه عربيه. هلا نفترض جدلا مجازا بس انه سويناها لحد واحد وين المشكله؟ يلا يا فيك وين المشكله؟ تخيل هون في مشكلة انك انت ما ميزتش انه احنا بنحكي على فعل ولا اسم فيرب او ناون ما خدناش بعرفش اذا في قصص التشكيل مش التشكيل. لا خلص ما دام مش مشكلة معناته انا يمكن عندي الكونسيرن الوحيد دكتور قصة الفيرب والناون يعني ممكن نفس الكلمة هي مش واضحة باللغة العربية هل هي فيرب ولا ناون. فالتساوي مش هاي واحد غيره مش من ضرورة ممكن يجيب كلمة ملهاش علاقة في الموضوع زي اتخذ مثلا زي اتخذ مثلا اتخذ. انا بدي اعطيكم مثال ثاني هاتوا نسوي مع بعض هاتوا نسوي هذا المثال هلا مع بعض فيش شيء اخمل عليه كتاب اخمل عليه هلا لو انا بدي اخذ لو بدنا نسوي مثال مع بعض وبدنا ناخذ هاتوا ناخذ كالتالي ناخذ مثلا في عنا تيبل تيبل شو معناها باللغة العربية؟ جدول مصفوفة ايوه كمان يلا بسرعة طاولة لا قناة ماء تيبل لا شو كمان راحة عشان التصوير بدنا نضل نحاول نكتب هنا نتعلم عليها طب اقول تيبل حضرتوا شو؟ جدول او مصفوفة تيبل اللي هي مصفوفة مية وايش؟ جدول قناة شو هو؟ قناة طاولة مالكم؟ طاولة وايش كمان؟ قناة ماء بتجيش قناة ماء لا طيب شو معناها جدول طيب هلا انا ناخذ اري شو معناها مصفوفة شو كمان جدول وايش كمان لائحة وايش كمان طيب هلا لو اخذنا احنا كلمة مصفوفة انا بدي او بدي اكتشف معنى مصفوفة بدي ادور على كلمة مصفوفة شو الكلمات باخذ انا شو كبالها تيبل شوف التيبل شو معناها بالعربي جدول او طاولة صح مزبوط طيب على فكرة هاتوا حط عندنا هون زي ستريم شو معناها بالعربية؟ شو معناها بالعربية؟ نهر أو جدول أو بكف هل لو أنا عندي كلمة مصفوفة دخلت كلمة مصفوفة ولا كمعناها بالعربي؟ يلا يا سمر انت معانا اليوم لا بس يا سمر بدي انك كلمه مصفوفه في ايش بروح على تيبل دكتور تيبل بروح على تيبل شو معنى تيبل جدول مثلا جدول وطاوله فمعناته بقول شو معناته مصفوفه جدول طاوله وطاوله طاوله
غلط صح؟ طابلي غلط. شفتي بقى المعنى؟ هذا هو اللي كان عصام يقول عنه ايش؟ انه لما بتقول رتب معناته ايش؟ كل الكبال رتبه هون، هو اخذ هذول الكلمات الانجليزي صح؟ مزبوط؟ واخذ كلمات انجليزيه وباخذ المقابل هم بالعربي، زي مثلا اريج بيطلع عندي سوى الخلاف او اتخذ، بيطلع سنونيم لا لرتبه. وهل هذا الكلام مقبول؟ لا. هلا بما انه مش مقبول، هلا ليش ما نعكس الموضوع؟ ليش مثلا ناخذ الانجليزي ونشوف شو مش مهم؟ نفس الشيء، نفس النتيجه. لا سوري، يعني لو بدك تلك الكلمه، حتى لو بدك تلك يعني معاني كلمات اللغه الانجليزيه، لا انا ترى بحكي هذا مثال. طب مثلا عندي صوت رتبه، صوت نوعه او شكله او ضرب او هذا النوع او صنف، صنف او طريقه، فقريب شو فيش شيء يشابه بينهم. كمان مره، يعني هنا صوت، كلمه صوت، اه شو مقابلها صوت رتبه؟ صوت رتبه نوعه شكله ضرب نوع، هاي صوت نوع سكر ضرب هذا النوع صنف الطريق. شيء غريب يعني قصده فاتح فيش شيء غريب يعني لو بدي اعرف كلمه شكل شو مع مقابلها بالانجليزي؟ ما هو لا، انتوا هيك صار ثلاث امثله بقدر خلطوهم مع بعض. هلا انت بدك تبدا بدك تدور على مع على السينونيم تاعهم هيك. معلش بكنا ندور نعطيك كلمه عربي وتلك السينونيم تبعها بالعربي. انا بالعكس. هلا انت شو بدك؟ اروح على الانجليزي انا. هو بده يعطيني كلمه انجليزي والكالي السينونيم تبعتها بالانجليزي. نفس البروسيجر، نفس الالجوريثم. هلا انا كلمة انجليزي وينتهي للعربي. مثلا كلمة رتبة، شو مقابلها؟ صورت. بروح على الصورت دكتور. رتبة؟ بروح على مقابلها صورت، مالك نفس الشيء يا نوع. هاي وين يا حال؟ فيش. فيش اختلاف دكتور. نوع نوع قصدي، أو نوع، صورت يعني نوع. نوع الشكل. شو بدك؟ هات يلا امشي. ما فيش يعني لما تبلش بالعكس من الانجليزي يمكن ما حتلاقي يطلع عندك كلمة غريبة أو شيء. كيف؟ زي ما طلعت معنا. كيف؟ اعطيني مثال. لا انت بتحكي لك انا جيت على كلمه رتبه، شو هي؟ صورت. هاي صورت. هاي رتبه. شو مقابلها؟ هذا شو اسوي؟ روح على الانجليزي مقابلها. شو روح على الانجليزي؟ صورت. 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 بروح ادور شو صورت مقابلها عربي. شو قلت لك؟ هيك بدك؟ بس هيك. ما هيك هذا اللي بقول. بالضبط هذا اللي كنت اقوله. بس اكثر. بس ما رحتش على ارين ولا رحت على منظمه ولا رحت على هذا. اتخذت صورت. لا امبلى. هاي رتبه باخذ معناهن كلهن. معناهن كلهن يعني كل واحدة من هذول بأخذها، كل واحدة من هذول بأخذها. بعدين شو بساوي؟ بلك معناها بالعربي بقول هاي المعنى اللي العربي، المعاني اللي طلعت لي هي معنى كلمة رتبة، مترادفة رتبة سينونيم اوف. هلا هذا الكلام قال عصام ايش؟ اكتشف ان هذا الكلام مش صحيح، بيطلع فيه هو صحيح بس بيطلع فيه كلمات زيادة ملهاش معنى، زي المثال اللي رسمته قبل شوية لما مصفوفي شو طلعت الجدول؟ طاولة. يعني صار السينونيم تبع مصفوفي طاولة. وهذا احنا غلط. هلا كيف نستثني؟ إذا أول ستيب نعمل اللي حكينا عنه، الستيب الثاني بدنا نستثني هذول، كيف؟ أشياء ما لهمش علاقة. أيوه، الأشياء اللي ما لهمش علاقة. ها؟ شوف الأخيرات. هلا هاي رتبة باخذ كلماتها كلنا اللي بتروح عليها صح؟ ومن هذول الكلمات بروح، من هذول الكلمات الانجليزي وين بروح؟ على الكلمات اللغة العربية صح؟ مش هيك بكنا نحكي؟ بعدين شو اساوي؟ اوكي في هذا رايح. طبعا اللي بتورد قد يكون هاي الكلمة معناها رتبة فخلص. ها؟ وهاي رديت رح تخلي بالابعد اذا بدي. واللي بالابد كيف ما بدي بروح، مش هذا المهم. المهم انه هذا، وعلى فكره كل ما بعدين بجيب كلمات، بجيب كلمات مش مالهاش علاقه ببعض اكثر، مش مترادفات. لا لا، بيجي عندي شو مترادفات مصفوفه بيطلع عندي طاوله. هلا كيف احذفها؟ معنا دكتور خلينا نضل على الرينج الاقرب. كيف اروح لفت؟ لا هي نفس الشيء، ما هو الرينج الاقرب طلع على الطاوله سنونيم لا مصفوفه. ها؟ فكيف اساوي؟ كيف اساوي؟ شو رايكم؟ يلا كيف بدك تطرحها؟ بيان. كيف
تساوي. هلا لا يعني مع يعني بمعنى اخر اذا بدي اخذ هذول بقول رتبة يعني معناها مجموعة جنس طريقة شكل نوع نظمة سوى الخلاف عدل شكل هيئة. هل الهيئة ورتبة لهم علاقة ببعض؟ لا. نوع نظم منزلة بصير شيء هاي مسحة استنفذ طاهر رزم طلع كيف رتبة يعني باك باكت بس الباك معناها رزم. دكتور من الشكل احنا بنضلنا ماشيين لحد ما نوصل لنفس الكلمة. اذا ما اذا الباك ما وصلنا لنفس الكلمة كيف لنفس الكلمة يعني؟ يعني زي رتبة ارينج نظمة اورجنايز رتبة فمعناته هذول الكلمات مرتبطة مع بعض. ايوه ربط بينهم لحد ما اوصل. شو قصده يا ديان؟ يعني يعني لفت واحدة من الكلمات ورجعتني على رتبة. إذا هاي صارت معناته زي هيك يعني عمليا أنا بوخر شايفين هذول أي باث برد رجعني على رتبة. بعتبر كل الكلمات اللي في هذا الباث سنونيم لرتبة. فعدل نظم ضبط أنقى هاي أو رتبة يعني بمعنى أنقى. شفتوا هذول دايركت سينونيمز لرتبة. شفتوا هذا الالجوريثم هلا هيك بدي اياكم تفكروا بدل ما يقعد البحتري 50 سنة يعمل في قاموس عربي عربي نيجي لبيام وكلها كتبين لنا 200 سطر تطلع لنا شو قاموس عربي. شفتي الفكرة كيف؟ عمره حدا فكر ياهم من قاموس عربي عربي منكم؟ شفتوا كذا ما اسهل؟ ها؟ طب ليه ما فكرتوش؟ قال كل كلامنا بهذا الكورس من هالمطالع كله ذا علاقة باللغة العربية، وبالتالي مطلوب منكم انكم تكونوا تبدعوا انجاز التعبير في مفاهيم لها علاقة باللغة العربية. هذا القاموس هلا اللي بدي اياه حيكون عندكم يعني بروجكت ريليتد لهذا الموضوع مش الكل في ناس حستبدلوا بروجكت ثاني بس في منكم اللي درس النولج انجينيرنج معي الفصل الماضي لا وما تبقى اللي هو الغالبيه حيعملوا مشروع بهذا المجال حيعملوا قاموس عربي ماشي. في اي سؤال؟ في اي سؤال على هذه الفكره؟ أنا عندي سؤال. هلا هاي الفكرة على فكرة ما خلصناش. هاي الفكرة شايفين هذا المثال؟ بهذا المثال شباب أنا مرجيكم شغلة مرجيكم هون مصفوفة نهر شو الجدول؟ مصفوفة سنين ولا لا؟ والنهر؟ وقائمة؟ وقناة ماء مصفوفة مضبوطة. هلا نستبعد ما بنية بدي اتشاطر واسوي شغلة ثانية. بدي هاي على فكرة بدي تعطوني فيها آراءكم بالمحاضرة الجاية وبحب عليها ايفالويشن. انتبهوا شو الأسايمنت تبعتكم صغيرة. كيف بسأل على اعطيني ايديا كيف اقول ما هو نهر وقناة ماء ما هذول لهم علاقة ببعض هم هذول الأربعة ما ايش؟ لهم علاقة ببعض الأربعة مش لهم علاقة ببعض الأربعة سينونيم لجدول الأربعة سينونيم لجدول أنا هم اللي لهم علاقة ببعض هون يا سمر نهر وقناة ماء ومصفوفة وقائمة يعني زي هيك وكأني بدي أعمل لهم جروبينج للي لهم علاقة ببعض بدي افكار منكم الاسبوع الجاي ها افكار عشان تقولوا لي كيف تيجوا مفكرين فيها مليح يعني التيب في تيب استخدام الورد نت بس كيف ما بعرفش كيف بعرفش ما هو بده واحد يشرحها مليح بعرفش بس بدي افكار بهذا الموضوع. في أي سؤال آخر؟
ميان في أي سؤال؟ دكتور في أي سؤال؟ ليان واضح كل شيء 100%؟ احتمال ممكن تكون نفس الكلمة محطوطة في أكثر من جروب ممكن تيجي بأكثر من جروب ولا في الشهر احتمال شوي؟ نفس الكلمة ممكن تيجي بأكثر جروب إذا بتيجي تيجي ما أعرفش قد يكون ما بقدرش أجاوب بس شكله آه مجوز ممكن يعني آه ليس هناك ما يمنع نعم خلاص طيب